اهلا بكم ابنائي الاعزاء طلاب جريد 4. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل الاكسرسايز بتاعت الدرس الثالث والرابع ميني فورمز رايت نمبرز كومبوزنج اند كومبوزنج. دي من ملخص المعاصر. شوف الاسئله مع بعض. بيقول لي رايت ايتش نمبر ان ستاندرد فورم. عايزين اكتب كل الاعداد دي ان ستاندرد فورم. 409 ادي 409. 34,097,000 مفيش 100,000 and 97,000 باقي الوانس بيريود مفيش يبقى نكتب 3 زيروز 3 مليون اد 3,000,000 بعد كده 640. خلصنا كده الجزء ده. نروح الجزء اللي بعده 3 مليارد. بعد كده 402 مليون. 17 يبقى ما فيش thousands ما فيش hundreds يبقى 17 اهي. بعد كده 20,000 يبقى 2. بعد كده 7,000 كده خلصنا 1,000. كده 400 بعد كده 20 بعد كده 2. نقرا العدد مع بعض 274,27,422. هنا 70,000 مفيش 70 مليون مفيش كده 1000 عندي غير 126,000 كده 450. نقرا العدد 70,126,450. اللي بعد ده 1 مليارد 400 مليون في عندي 3 مليون هنا يبقى مش هنكتب الزيرو ده. بقى ما فيش 1000 خالص في 20 و 5 لكن ما فيش 100 يبقى 20 و 5. نرى العدد من ملي... لما نيجي نقرا نقسم كل 3 مع بعض يبقى 1,403,025. بقى 700 مليون ما فيش مليون تاني يبقى 700 في المليون. نروح للثاوزن ما فيش 100,000 نكتب زيرو. 30,000 و 1,000 يبقى 31. بعد كده 540 والزيرو في الوانس بليز. نرى العدد ده 700,031,540. Write the expanded form of each of the following. عايزين نكتب expanded form لكل عدد. يعني نكتب الفاليو بتاعت كل ديجيت من دول. الأول 50,000 بلس 300 بلس 90 بلس 1. هنا 740,021 plus 700,000 okay 50,000 okay 6,000 okay 300. سؤال بعده 54,632,405.
ادي 50 مليون بلس 4 مليون بلس 600,000 اوكي 30,000 اوكي 2,000 بعد كده 400 بعد كده 5. السؤال اللي بعده كنا غير لون 700 مليون 701 مليون 462,051 يبقى 700 مليون بلس 1 مليون بلس 400,000 60,000 بلس 2,000 بلس 50 بلس 1 هنا 9 مليار 989 مليون 791,985 9 مليار 900 مليون 80 مليون بعد كده 9 مليون ك 700,000 90,000 كده 1,000 بعد كده 900 اوكي 80 بعد كده 5. ده كله حل السؤال ده. خلصنا ده كده نمسح ده كله ونرجع ايه للسؤال جي 35 مليون. ممكن نكتب الستاندرد فورم الاول هنا 35 مليون 17,230 بعد كده نكتب الستاندرد فورم يبقى 30 مليون يبقى 30 مليون اهي بعد كده 5 مليون كده 10,000 كده 7,000 كده 200 بعد كده 30 وخلصنا كده. السؤال اللي بعده محتاج الاول اكتبه ان ستاندرد فورم الاول 2 مليار بقى 420 مليون 352,103 نكتبه ان ستاندرد فورم ان اكسباندر فورم هكتبه فوق عشان المكان هنا طبعا ايه تحت مش هيكفي اهو. نبدا بال2 مليار ناين زيروز طبعا بكا 400 مليون هذا 400 ونحط له 6 زيروز بعد كده بكا 20 واكتب له 6 زيروز 20 مليون بكا 300,000 وحط له 3 زيروز بكا 50,000 وحط له 3 زيروز بكا 2,000 بكا 100 بعد كده 3 كده خلصنا H. نروح بعد كده
بيقول لي write each number in word form، عايز نكتب كل عدد من دول in word form. نبدأ بالسؤال الأول، هقول له 5 67 1000 4 120 1. كده السؤال الأول. السؤال اللي بعده B 3 million 5 104، وممكن ما اكتبش اند. تمام، خلصنا كده السؤال بي. نروح للسؤال اللي بعده، 54,213,450. ادي 54,213,450. خلصنا سي. نروح للسؤال اللي بعده، 5,408,921,002. 5,408,921,002. 5,408,921,002. تمام، خلصنا كده ده. نروح للسؤال الأخير. هنا الأول محتاج أكتبه إن ستاندرد فورم الأول 700,000، وهنا 60,000، يبقى 760,000. مفيش 100 بعد كده، بعد كده 29، يبقى 700,620,000. خلصنا كده E. عندي F.
هنكتب العدد الاول ان ستاندرد فورم، بعد كده ايه نعمل الوورد فورم. هو بيقول لي 5 مليار مليون عندي ادي، مفيش 100 مليون، مفيش 10 مليون، في 7 مليون 900000، مفيش 10 في 3، مفيش 100، بعد كده ايه 20. يبقى ده 5 مليار سبن مليونز أو 7 مليون كده 900 3000 كده 20. خلصنا كده حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده ونكتب الاول ان ستاندرد فورم 900 مليون في 60 مليون اهي، في 6 مليون اهي، كده 966 مليون. لكن ما فيش 100,000 في 40,000، ما فيش 1,000 كده 605. نكتب النمبر ده طبعا او كده، يبقى 966 مليون فورتي 1,605. خلصنا كده حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. دي 5 مليار في 700 مليون في 30 مليون، ما فيش 1 مليون، بعد كده 800,000، ما فيش 10 في، بعد كده 9,000، ما فيش 100 في 10، بعد كده 7. ادي كده 5 مليار 730 مليون 800,000 9,000 17. كده خلصنا السؤال H. هنا complete the table، كتب الاعداد standard form word form expanded form. طبعا نفس الطريقة اللي احنا قلناها من شوية، فسهلة، فانت ايه حاسيبك تحل السؤال ده واحدة. السؤال بعده بيقول لي decompose the following numbers using expanded form. نبدأ نعمل decompose the following number in expanded form. الأول العدد الأول عندي 170,392، يبقى 100
1000 بعد كده 70,000 بعد كده 300 بعد كده 90 بعد كده 2 هنا 105,208 at 100,000 back 5,000 back 200 back 8 هنا 601,207 600,000 okay 1,000 okay 200 okay 7 السؤال اللي بعده ال 2,277,191 طبعا عشان اعمل expanded 4 at 2,000,000 بلس هشتغل على 1,000 دلوقتي 200,000 بلس 70,000 بلس 7,000 كده خلصت 1,000 اروح للوانس والوانس بيريود يبقى 100 بقى كده بلس 90 بلس 1 كده خلصت الجزء ده اروح للسؤال اللي بعده 17,000,000 ادي 10,000,000 الاول بعد كده 7,000,000 بعد كده 230,000 ابدا ب 200,000 ك 30,000 بعد كده 14 يبقى 10 and 4 السؤال F 3,000,000,000 okay 137,000,000 يبقى 100,000,000 الأول بعد كده 30,000,000 كده 7,000,000 بعد كده 619,000 يبقى 600,000 10,000 بعد كده 9,000 بعد كده 88 يبقى بلس 80 بلس 8 كده انا عملت الاكسباند فورم للنمبر ده خلصنا F هنا fill in the missing numbers use the place value chart to help you compose وdecompose وعايز ايه ال place value chart نبدا بال place value chart نكتب النمبر في ال place value chart ببدا from right at 0 to 4 0 3 0 4 2 1 okay 6 decompose 6,000,000 9 zeros طبعا 100,000,000 add 100 واحط بعد ال 100 احط 6 zeros
بعد كده 20 مليون 20 وحط 6 زيروز بعد ال 20 بعد كده 4 مليون بعد كده 30,000 بعد كده 400 بعد كده 20 مفيش تاني بعد 20 كده خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده برضو كومبوز وده كومبوز وكاتب لي النمبر تحت الكومبوز كومبوز نمبر هجيبه من هنا ادي 5 في المليارد بليز بكا 400 مليون من بعد كده 159,000 كده 24 عايز ال ديكومبوز 5 مليار ادي 5 و9 زيروز بلس 400 مليون يبقى 460 زيروز جنب منها بعد كده بلس 100,000 بعد كده 550,000 بعد كده 9,000 بعد كده 20 بعد كده 4 هنا مديني الديكومبوز وعايز الكومبوز وعايز البليز فاليو تشارت الاول 7 مليار دي 5 تايمز 10 مليون يعني ما فيش 100 مليون بعد كده 5 ان 10 مليون 4 بعد كده ان 10,000 يبقى ما فيش مليون ما فيش 100,000 يبقى 4 ان 10,000 3 ان 1000 بليز بعد كده 5 ان 100 ما فيش 10 بعد كده في 9 نكتب النمبر من فروم رايت 9 0 5 0 0 5 0 7 السؤال بعد complete the table مدين compose وعايز decompose decompose طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نعملها بطريقتين بالاكسباندر او بالطريقه الريزل اللي هي الايه اللي فيها الارقام الكتير خلينا في الايه نشتغل بالاكسباندنج هنا 4 مليون اكتب 4 مليون بلس 40,000 بلس 400 دي السؤال الثاني بي 2 مليار 5 ان مليون طبعا ما فيش ايه كده 100 وما فيش 10 يبقى 5 بقى 600,000 ما فيش 10,000 في 7,000 بقى 9,100 2,010 7,001 العدد اللي بعده كاتب لي 9 مليون ما فيش 100,000 يبقى نكتب 0 في 50,000 اهي بقى في 3,000 اهي 769 السؤال دي 9 مليار طبعا ايه 9 زيروز بقى 200 1000 بعد كده بلس 10,000 10 مليون بعد كده 30,000 بعد كده 1,000
كده 400 بعد كده 50 بعد كده 80. خلصنا حل السؤال ده كده. نروح للسؤال اللي بعده. كومبليت ذا فلو. هنا عايزني اكتب الاعداد بالشورت ايه بليس شورت وورد فورم. هنا 700 مليون9. هنا 4 مليار 30 مليون 400 ثاوزن 50. هنا كاتب 17 مليون بس ناقص 4 يبقى 400 مليون 900 ثاوزن. وبعد كده 770 يبقى هنا ناقص 700. السؤال اللي بعده 2 مليار 100 ثاوزن. اللي بعدها 52 ثاوزن. 376. عايزها بطريقة تاني بالإكسباندد فورم. هنا كاتب 2000 ناقص 50 ثاوزن. وهنا 300 وهنا 6. عايز بعد كده اكتب النمبر ده بالإكسباندد فورم بالإكسباندد فورم. عايز نكتب بالايه بستاندرد فورم 3 مليون. مفيش عندي 100 ثاوزن ولا 10 ثاوزن. بعد كده 8 ثاوزن ك 433. The standard form of the number 1,235,798 at 1,235,789. السؤال ده expanded form بس ملخبطه لي. ال 5 كتبها، 7000 كتبها، 20 كتبها ناقص 600. السؤال بعد كده بيقول لي رايت 16 10000 16 10000 16 10000. يعني 160,000. دي 5000. هنا 64 يعني 640. عايز اكتب الاعداد دي يبقى كده 165,640. هنا find 2 9-digit number which the difference between them 1 million. عايزك تكتب عددين بيتكون من 9 digit الفرق بينهم 1 million. ممكن تكتب اي عدد الاول بيتكون من 9 ارقام. ادي 1 2 3
4 5 6 7 8 9. انا كتبت عدد بكام؟ 9 ارقام. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. عايز الفرق بينهم وبين العدد الثاني 1 مليون. فين المليون؟ ادي المليون اللي هو 3. يبقى ممكن اغير 3 اخليها اي عدد ثاني، بس لازم يكون اكبر من 3 ب1 او اصغر منها ب1. مثلا هخليها 4 واكتب باقي الاعداد زي ما هي. يبقى العددين دول الفرق بينهم 1 مليون. Choose the correct answer. Number 1 the number building of the number space اللي هو نمبر ده المكتوب 9,231,231,43,204 is called space 4. طبعا النمبر لما بيكتب بالشكل ده بنسميه ايه؟ بنسميه ستاندرد 4. What is the standard form of 18,650,000? يبقى هنا في 3 زيروز بتاعت ال 1 سبيريو. ادور على العدد ده فين؟ اهو ده. The standard form of 5 million ادي 5 million 36,000. يبقى محتاج في زيرو هنا الاول، يبقى 36,000 بعد كده 206. فين 5 million 36 اللي هو B. The standard form of the number 2 million 175,302. دور عليه اللي هو سؤال الإجابة C. The number 2,300,000 in standard form at 2,300,000 هو الأولى. The standard form of the number 370 اهي 18,605,000. مفيش one state. يبقى كده الإجابة دي. The number 1,235,000,000 ما في 1,127. دور عليه اللي هو ايه الاولى ايه. The expanded form of the number 7,215,603. 7,200,000 بعد كده 10 in 10,000 بعد كده 5,000 بعد كده 600. يعني انا كده عندي في 3 فيهم 10 مليون، الاولى والتالتة والاخير. الاولى كده غلط، نشوف التالتة 7,210,005,603. يبقى الاجابة C. شوف السؤال 10 بيقول لي 300,000 40,000 5,000 + 500 + 30 + 2. نكتبه ان ستاندرد فورم الاول ونشوف بعد كده اني فيهم. يبقى 345,532. ندور على 345,532 اللي هو ده C. The number 173,904,562 in standard form. C part. Which expression decomposes the numeral 50,374 in expanded form? شوف مين في دول اللي بيعمل لي 50,000. هم كل الثلاثه الاولين فيهم 50,000، يبقى دي غلط خلاص كده عرفناها من الاول. بعد كده عايز 374 الاولى.
which of which is a compose to 7 × 10,000 at 70,000. بكرة ما عنديش hundreds. بكرة 2 in 10 place. بكرة 4 in 1 place. فين السؤال؟ اهو الإجابة دي. وكده يكون خلصنا حل تدريبات درس النهاردة، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.